في الأردن أدت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة الدكتور عمر الرزاز اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. الرزاز وهو خريج جامعة هارفارد والخبير الاقتصادي السابق في البنك الدولي مكلف بمراجعة مشروع قانون ضريبي مثير للجدل، وذلك بعد احتجاجات واسعة النطاق على إجراءات التقشف التي ينصح بها صندوق النقد الدولي. وجاءت حكومة الرزاز لتهدئة الغضب الشعبي من حكومة هاني الملقي التي تسبب إصدارها لقانون الضريبة بغضب شعبي واحتجاجات هي الأكبر في الأردن. كما أدت اليوم الحكومة المصرية الجديدة اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.